اهلا بيكم حبايبي طلبه الصف الخامس الابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده يا محترمين اكسرسايز ليسون 3 في كونسبت 1 2 تشوز ذا كوركت انسر. اول ذا فولوينج ار تايبس، كل اللي جاي ده انواع من الفود، الطعام فور برايمري كونسيومر، الكائنات المستهلكه الاوليه. طبعا الكائنات المستهلكه الاوليه اللي هي البرايمري كلها بتتغذى على البلانتس، فالجرازيس بلانتس، السيدز تبع البلانتس فروتس، لكن الايجل لا، لانه هنا بيقول ايه؟ اكسبت يا اولاد، اكسبت ايجلز. يبقى كل انواع الطعام دي تعتبر اطعمه للبرايمري كونسيومر ما عدا الايجل. اتنين، بوث انيمالز اند هيومن بوديز، كل من اجسام البشر والحيوانات كان ابزورب سانلايت، غلط، يعني هيمتص ضوء الشمس عشان يعملوا اكلهم. كانت ابزورب سانلايت اهي، كانت ابزورب، الاثنين مش هيقدروا يمتصوا ضوء الشمس عشان يعملوا الطعام بتاعهم. طبعا هنا كاتب سي بريس كربون دايوكسيد، بيمتصوا كربون دايوكسيد، غلط. دونت نيد ووتر، مش بيحتاجوا ماء علشان يشربوا، غلط. يبقى دي الاجابه الصحيحه. رقم 3، 3 بقى يا ولاد بتقول ايه؟ هوك الصقر كان ايت نقط هوين سنيك ار كومبليتلي ديسابير، الصقر ممكن ياكل ايه لما التعابين كلها تختفي اختفاء كامل من النظام البيئي. ممكن الهوك ياكل جراز هاور، الجراد، مايس، الفئران. ممكن الهوك انه اكل حيوانات ياكل ايه المايس. 4، تيز بيتر فور اني بريديتور، من الافضل للكائن المفترس to depend on، يعتمد على not to get its energy and survive، الافضل للبريدتور انه يعتمد على ايه علشان يحصل على الطاقة ويعيش، يعتمد على when species of consumer، طب ما لو اختفى هيموت البريدتور. من species of consumer، طبعا من الافضل للبريدتور انه يعتمد على ايه، على من species of consumer، لان البريدتور بياكل consumers، فالافضل لانه يعتمد على اكتر من نوع من الكائنات المستهلكة. 5، all types of plants are similar in all the following characters، كل انواع النباتات متشابهة في كل الصفات اللي جاية دي، except they able to make photosynthesis، كلها قادرة انها تعمل عملية البناء الضوئي، اجابة مظبوطة. وبيقول اكسبت يعني اختار حاجة غلط. ار ايتن باي برايمري، بتتاكل كلها عن طريق البرايمر، بتتاكل عن طريق البرايمر كونسيومر. كان فيد اون بريدتور، اهو كلها متشابهة في الحاجات دي، لكنها كان فيد بتتغذى على كائنات مفترسة، دي اجابة خطأ. 6، اولاد بتقول ايه؟ هيومن از ا، الهيومن يعتبر، طبعا الهيومن يعتبر كونسيومر، الانسان يعتبر كائن مستهلك. سكندري كونسيومر، السكندري ده بيتغذى على ايه؟ كان ايت، بيتغذى على البرايمري كونسيومر، يبقى برايمري كونسيومرز. طبعا دي كومبوزر، كائنات محلله، وريدوسر كائنات منتجه، تيرشيري كونسيومر كائنات مستهلكه ثالثيه، هنا سكندري بيتغذى على البرايمري. اللي بعده رقم 8، 8 يا ولاد بتقول ايه بقى؟ فود ويب شو، الشبكة الغذائية بتوضح انتر اكشن بتوين، التداخل ما بين ايه؟ طبعا فيو نون ليفنج سينجز، اشياء غير حية قليلة، ميني نون ليفنج سينجز، اشياء غير حية كتيرة، فيو ليفنج اورجانيزمز، كائنات حية قليلة، ميني ليفنج اورجانيزمز. فود ويب يعني شبكه غذائيه، شبكه عباره عن ميني فود تشين، سلاسل غذائيه كتير، فبتوضح التداخل اللي بيحصل بين اكثر من نوع من الكائنات الحيه. اللي بعده، ان فود تشين، في السلسله الغذائيه، ذير از نوت فاوند، ايه اللي موجود ما بين البروديوسر والسكندري؟ البروديوسر كائن منتج اللي هو النبات، مين اللي بياكله؟ الفيرست
اللي هي البرايمري كونسيومر، ومين اللي بياكل البرايمري؟ السكندري. يبقى اللي موجود بين البروديوسر والسكندري مين؟ برايمري كونسيومر، لان البرايمري بيتغذى على البروديوسر والسكندري بيتغذى على البرايمري. يبقى اللي موجود بين البروديوسر الكائن المنتج والكائن المستهلك الثانوي او الثاني هو مين؟ برايمري كونسيومر. يبقى 9 اجابتها يا اولاد اجابتها سي. اللي بعد True or false, hawk can get directly its need energy by eating beetles. الهوك يحصل على الطاقة بتاعته مباشرة انه يأكل البيتلز، خنافس. طبعا اجابة ايه؟ اجابة خاطئة. 2 There are some consumers that can eat both. في consumer ممكن تأكل نباتات وانيمالز، مظبوط، زي الانسان بياكل نباتات وحيوانات. In food chain the energy can pass from، في السلسله الغذائيه الطاقه ممكن تنتقل من البروديوسر to non living things then to primary. ازاي هتنتقل ازاي من البروديوسر لنون ليفنج، شيء غير حي؟ ده بتنتقل من البروديوسر للبرايمر على طول. يبقى رقم 3 فولس. 4 هوك الليجيتورز الصقور تماسيح شارك تعتبر بريدتور، مظبوط. هيومن كان ايت بلانت اند انيمال، مظبوط. فود ويب ازاي؟ الفود ويب انتر كونكتد فود تشين، سلاسل غذائيه مترابطه. ذات شو ميني ديفرنت، اللي بتوضح ميني ديفرنت فيدنج ريليشن شيب، علاقات غذائية مختلفة أو متعددة. طبعا رقم 6 ثرو. 7 All living organisms، كل الكائنات بتعتمد على بعضها للحصول على الطاقة. لا مش شرط. Some living organisms، بعض الكائنات بتعتمد على بعضها للحصول على الطاقة، إنها ما بتقدرش تحصل على الطاقة من البروديوسر. فاهمين يا ولاد؟ أو because you can't make its own food by photosynthesis process. فبعض الكائنات تعتمد على بعضها في الحصول على الطاقة، لأنها مش بتقدر تعمل أكلها بنفسها. يبقى أنا العبارة إيه؟ false. اللي بعد complete the following sentence by using the words، أكمل باستخدام هذه الكلمة. The interaction، التداخل among many food chain، التداخل اللي بيحصل ما بين العديد من السلاسل الغذائية تسمى food web، شبكة غذائية. In any food chain، في أي سلسلة البلانتس are considered، تعتبر طبعا producer، برافو عليكم، كائنات ايه؟ منتجة. If frog eat an insect، لو ضفدعة كلت حشرة، that feed on plant، اللي هي كلت نباتات، يبقى ضفدعة كلت حشرة والحشرة كانت نباتات، يبقى ده معناه this means that the frog، ايه بقى؟ ها طبعا الانسكت كان نبات فده يعتبر برايمر، يبقى هنا الفروج يعتبر ايه؟ secondary consumer. فاهمين يا ولاد؟ اوكي. human can eat producer and البشر الانسان ممكن يتغذوا على وياكلوا producer and طبعا عند ايه؟ برايمر كونسيومر، كانت مستهلكه اوليه. خلاص يا ولاد؟ فاضل بقى اخر سؤال اللي هو ايه حلوين؟ رقم 4 سهله جدا. Study the following food web، دي تعتبر food web. البلانتس تاكلها البترفلايز والورمز والجراز هابر، الحاجات دي التلاتة دول ممكن تاكلها البيردز، البيردز ممكن يتغذى عليها ايه؟ السناك. طيب وين نقط disappear from this food web، لما نقط بيختفي البيردز are moving away to search for food in another ecosystem،
لما مين بيختفي في الشبكة الغذائية دي؟ الطيور تبحث عن مكان آخر للبحث عن غذاء، تروح مكان تاني لما دول يختفوا. طب دول بيتغذوا على البلانتس، يبقى دول هسميهم ايه؟ هسميهم برايمر كونسيومر. يبقى لما البرايمر كونسيومر يختفوا، البيردس تنتقل إلى أماكن أخرى للبحث عن الغذاء. يبقى هنا أول نقطة إجابتها يا أولاد برايمر كونسيومر. اتنين، جراز هابر، الجراد مي داي، ممكن يموت. فين الجراد اللي هو الجراز هابر ده؟ ده ممكن يموت وين ذير از نو، لما مش هيكون هناك ايه؟ طبعا بلانتس، ان هو بيتغذى على البلانتس. بكده يا اولاد خلصنا بكده خلصنا الاسئله بتاعتنا. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا. ربنا معاكم وربنا يوفقكم يا أحلى طلبة وطالبات، وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.